رسول، تحدثت عن المواطن الرقمي في المغرب، لكن أيضا هناك في المغرب العميق في البادية المغربية ربما الوضع مختلف، وينضم إلينا من ضواحي مدينة ورزازات في جنوب المغرب زميلنا عبد الرحمن عمار. عبد الرحمن، يعني تحدث عن المواطن الرقمي في المدن، ماذا عن البوادي؟ إلى أي حد هناك تغيير وتحديث في الحملة الانتخابية هذه السنة؟ مرحبا عادل. للأسف الشديد في العالم القروي أو الأرياف فالحملة الانتخابية لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية لسببين بسيطين. أولا، ارتفاع نسبة الأمية في القرى يجعل استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة برامج الأحساب يقتصر فقط على الفئة المتعلمة، مدرسين، موظفين وطلبة، ويتم الاعتماد كثيرا على التواصل وجها لوجه في الأسواق الأسبوعية، في الأعراس، في الجنائز والمناسبات، أو طرق أبواب الساكنة. وأيضا القرابة لا تزال تلعب دورا كبيرا بحكم قدرة الأقارب على التأثير على أفراد عائلتهم. إذن لا تغيير القرى، يعني العالم الرقمي بعيد كل البعد عن المغرب العميق. شكرا لك زميلنا عبد الرحمن عمار، كنت معنا من ضواحي مدينة ورزازات جنوب المغرب. ونعود